اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم حنلعب لعبة بيكا اكس دي، واليوم جايز جبت لكم خدعة جديدة بتجنن كثير كثير. طبعا جايز اول شي، طبعا هاي خدعة جايز من متابعة، فيعني هون رح طلع لكم جايز طبعا التعليق تبعها. صراحة شكرا كثير كثير لها، لانه هي جايز اللي عطتني هاي الخدعة، وكمان بدي يعني نطلع تعليقها. هاي تعليقها هون جايز، شكرا كثير للخدعة. طبعا اليوم رح اجربها معكم، صراحة لسه ما جربتها، بلا جايز رح اجربها معكم. وطبعا جايز مشان الكم، هذا جايز طبعا حساب ثاني سميته ليليان، مدري ليش، لكن عم بستخدمه بالقصص واشياء لما بصير بدي اني اعمل قصة وكذا، هذا عم مثل فيه. المهم هذا حساب احتياطي، فعم بلعب، ما بلعب صراحة فيه كثير، لكن بلعبه لما بحتاجه، يعني فهمتوا؟ فزي ما كنتوا شايفين لساتني بملابس الكريسماس، يعني من تحديد الكريسماس ما فتحته، فهلا فتحته. وطبعا يا جماعة دخلت على سيرفر، اقصد حساب هذا فقير، حساب جديد، عشان هي المتابعة قالت لي بالتعليقات اعمليها بحساب فقير، تمام؟ يعني ما عندي فيه ولا اشي، ولا دراجة ولا اشي. اليوم جايز رح افرجيكم كيف تحصلوا على الدراجة الجديدة. وبس جايز قبل ما نبلش هذا الفيديو، اشتركوا بالقناة وكمان حطوا لايك، وكمان يا جماعة حطوا لي فولو على الانستغرام تبعي عشان نوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات. هون في حدا عالق فيك، المهم ما علينا، فخلينا نوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، خلينا نوصله جايز لألف لايك، تمام؟ ألف لايك بيوم واحد، فخلي جايز نشوف. يا والله بعرف انه انتو قدها، ف يس خلي نوصل. بدي اشتري، ليكو بيشرحوا لنا بالتفاصيل هذا ب 13 جوهرة، انت عندك بس 8 جواهر، كيف بدك تشتريها؟ شو بدك تعملي؟ الحل سهل كثير، اشتري 50 جوهرة بفلوس حقيقية، فلوس حقيقية ها؟ اي جاد سهل. نروح عشان نبلش الخدعه. يا رح اقرا تعليق هاي المتابعه الحلوه. كمان جايز انتم كمان اذا عندكم كذا خدع قولوا لي اياها. فا اوكي خلي انه نبلش. بتقول اسراء في طريقه لاخذ الدراجه مجانا، روحي عند البنت اللي بتبيع الدراجات، تمام؟ رح اروح عندها. روحي للمزلجة، تقصد للزلاجة اللي ممكن تاخذيه بفيديو، تمام؟ هون تمام. اوكي اضغطي على الفيديو اها، والدراجة بنفس الوقت، يعني هي الدراجة، تمام؟ هاي الدراجة، وبنفس الوقت هذا الاعلان، او ماي جاد، يعني بالفيديو، تمام؟ وشاهدي الفيديو بعدين تاخذيها مجانا. بليز جربيها في حساب فقير، بليز طلعيني، تمام؟ هلا جايز رح نبلش مشان نجربها. قالت لنا جايز اول شي بنكبس على الفيديو، تمام؟ رنت، طبعا انا عندي بالفرنسي فمكتوب لوبي، معناتها رنت، معناتها استئجار، تمام؟ فرح نكبس جايز على الفيديو وبنفس الوقت على الدراجة، عرفتوا كيف؟ فا او ماي جود رح نحصل عليها بالمجان. فيلا خلي نبلش. واحد اثنين ثلاثة، ما زبطت، استنى خلينا نعيد. ثلاثة لا يلا، او ماي جاد كثير صعب. هلا طبعا رح شاهد الاعلان. اوكي طبعا هلا خلص الاعلان. او ماي جاد يا رب، او ماي جاد يس ضبط معي جايز، او ماي جاد جايز او ماي جاد حصلت على الدراجة بالمجون، او ماي جاد. لكن ما بتصير جايز معكم طبعا للابد، ما بعرف خلينا نجرب. طبعا عليكم او ماي جاد، لكن هلا طبعا عليكم صارت معكم. هلا جايز فيكم تروحوا عند اصحابكم تقولوا لهم شوفوا معاي جواهر، معاي جواهر شريتها، والله او ماي جاد زبطت. ما توقعت ابدا انه بتزبط، او ماي جاد شكرا كثير كثير لهي اللي قالت لي الطريقة. او ماي جاد اوكي، او ماي جاد لا اوكي صراحة كثير حبيت. اوكي اعتقد انه ما فينا ناخذ اشي ثاني، يعني بتزبط بس مع هاي، لكن خلينا نجرب انه نعملها مع الدراجة الثانية، مثلا خلينا نجربها مع هاي. فخلينا نجرب. اوكي كمان هلا خلص الاعلان.
اوكي او ماي جاد اوه والله جايز لا لا مو هاي مو هاي او ماي جاد شكرا جايز ما عم تزبط مع ولا اشي بتزبط بس مع هاي او ماي جاد يعني واو او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد واو او ماي جاد يعني عندي جايز بس 8 جواهر بس حصلت على هاي ب 300 جوهرة يعني واو كمان جايز رح اعيد كمان الخدعة مرة ثانية عم نكبس على الاعلان وكمان على الدراجة نفس الوقت سايا ليتس جو يس او ماي جاد لا او ماي جاد او ماي جاد واو اوكي او ماي جاد زبطت كمان معي خلي اروح جايز عند الناس افرجيهم انه عندي انا اولريدي يعني هاي يعني خلص انا غنية لا تحكوا معي خلص او ماي جاد جايز عن جد كثير سريعة وحبيت يعني كأنه حقيقي يعني كأنه عندي خلص انا جواهر خلص انا غنية انا لكن بالاصل انا عندي بس 8 جواهر او ماي جاد ياي خلي روح عند الناس ابهرهم ها 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 لوك لوك او ماي جاش ريت كذا خلي هلا رح العب بالدراجة Oh my god! Oh my god! Okay, let's go. Oh wow! Yay! Hello! Hi! 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 في هون كثير ناس خلينا نروح نلعب معهم. Wow! Oh my god! شوفوا شوفوا. Oh my god! Wow! كثير ممتعة guys. ليكو ليكو guys. شوفوا كيف رح ننط. Wow! Oh my god! الصباح عم يجي. Wow! So cool. Oh, wait. Oh, Steven. تعرفوا؟ ترند. قديم يعني مو ترند. المهم خلينا نروح. على فكرة جايز حطوا لايك إذا وصلتوا للقطة من الفيديو. و يس كمان جايز حطوا لي طبعا فولو على الانستجرام تبعي. يا في حدا عمل لي طلب صداقة. يا عملوا لي طلب صداقة لأني مبينة غنية ها 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 شفتوا انا خلص غنية انا في عندي كمان طلب اوكي 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 اوه بسم الله اوه في الناس كمان تركب وراي اوه تمام ليتس جو ورح اخليه يندم لانه ركب معاي ليكو شو عمل كثير كذا 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 او ماي جاد كذا وكذا وكذا كثير خلاص طوخت بسرعه كذا 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 شوفوا جايز يلا انزل خلاص انزل بدي جايز ازعجه مشان ينزل شوفوا شوفوا اوه خلاص خلاص اطلع اطلع انزل واو انزل شوف والله هذا واو ليش ما بتمشي بسرعه او ثاني كانت بتمشي بسرعه ليش كذا وو جو او ماي جاد خلص والله خلص المهم او جايز فينا نجلس والله ما كنت اعرف المهم الشخص اللي صادقني موجود هون بال او لا هي هون او ماي جاد توأم لكو اسمه هذا ريو كمان هذا اسمه ريو وات شوفوا جايز كمان عاملين نفس اللبس فا او ماي جاد المهم فبس هيك يا جماعه طبعا رح نخلص المهم بس هيك يا جماعه طبعا رح نخلص هذا الفيديو فا يا لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناه كمان حطوا لايك ما بعرف شو صار معي لكن متحمسه وكذا ما بعرف اذا شعوري لكن متحمسه ما بعرف ليش لكن متحمسة وبس جايز عجبكم كثير كمان قولوا لي شو رايكم واذا كمان زبطت معكم هاي الخدعه وبس والله بحبكم كثير 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 جايز عن كثير كثير